بيننا احيانا. وانني بالمناسبة اقول نحن هنا في التحرير لن يستطيع احد ان يفرق بيننا. وان كنت اليوم اخطب على هذه المنصة فاني اقول اختلاف في المكان فقط، ولكن تبقى القلوب متآلفة. هنا في ميدان التحرير لا ينبغي ان ترفع الا راية مصر فقط، فلتنكس كل الرايات الحزبية والطائفية والانتماءات لاي انتماء، والكل يجتمع هنا في التحرير تحت راية مصر فقط، مسلم ومسيحي، اخوان وليبرالي وسلفي وسني، وكل التيارات في التحرير على قلب رجل واحد. قد تختلف الأمكنة ولكن لن تختلف القلوب أبدا. إنني مع كل الناس، وإن كل المتواجدين هنا في التحرير جاءوا اليوم ليحيوا هذه الثورة وليبعثوا أو يرسلوا برسالة إلى المسؤولين في مصر. يا أيها المسؤولين، إنها ثورة راح ضحيتها مئات الأشخاص في مصر. أين ردود فعلكم؟ أين قراراتكم؟ هل نعيش في زمن حسني مبارك؟ إن السؤال الذي طرحته على حضراتكم في أول هذه الخطبة يحتاج إلى إجابة واضحة. إننا لم يكن هدفنا أن نغير شخصا، إنما هدفنا أن نغير نظاما، نظاما يحكم، نظاما يحكم وليس أشخاص. ليس معنى ذلك ألا يحاكم الأشخاص، بل سيحاكمه، ولكن تغيير العقول، تغيير المفاهيم، تغيير الخطط، مراعاة مصالح هذا الوطن، حفاظا على دماء الشهداء